ظهور الشمس من مغربها أم الدجال، أيهما أسبق؟ الدجال أسبق، الدجال وهي أسبق. صح ما أذهب إليه، الدجال نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، موت عيسى بن مريم. أعيد، الدجال نعم نزول ليس موت، نزول عيسى بن مريم وهلاك الدجال على يديه، خروج يأجوج ومأجوج، موت عيسى بن مريم، طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة. لأن الدابة طلوع الشمس من مغربها يقطع باب التوبة، يقطع باب التوبة. التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. لما ينقطع باب التوبة يكون هناك وجه لخروج الدابة، فالدابة الآن حسم الأمر، لا وجه التوبة، فتكلمهم تبين المؤمن من الكافر. عندما تقول لفلان أنت كافر لا يمكنه أن يؤمن، لا يمكنه أن يؤمن. أغلق وإلا لو كان يمكنه أن يؤمن نعم. لما أصبح هناك معنى نعم. لخروج الدابة. إذا فضلت شيخ